الله يسعد مساكم. بهالشأن الفضيل لازم نعترف إنه اللي عم بيحصل في مصر شيء غير اعتيادي وغير متوقع وغير مسبوق. مصر كل يوم عم تتغير والحمد لله نحو الأفضل. من كم يوم كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عندما يلتقي العقل مع الرؤية والتخطيط والحس بالمسؤولية ونظافة الكف والإخلاص في العمل ينهض الوطن وينطلق نحو التطور والنمو والازدهار. وقلت مصر اليوم بين الدول نموذج للإرادة الفعلية في التغيير والتحدي والنجاح. كتار حطوا لايكات. أهلا بكم في حلقة اليوم من مسابقة اسم من مصر. رح نتعرف على شخصية اليوم بعد شوي، ولكن قبل ذلك خلونا نشوف مين ربح 100,000 جنيه في حلقة الأمس. الأخت سعيدة سلمان من منطقة أبو صيرة براس سدر في سيناء هي اللي فازت معنا بحلقة مبارح من برنامج اسم من مصر. أنا جيت لعندها لحتى أعطيها الجائزة وقيمتها 100,000 جنيه، فألف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست سعيدة؟ لا أنا سعيدة. أنت سعيدة؟ زيك سعيدة؟ الله يخليك. نعم والله. أنت ساكنة هون؟ ساكنة هون. ومين حضرتها؟ بنت خالي. بنت خالك؟ خبريني عنك يا حجي. شو عندك أولاد؟ عندي ثلاثة. ثلاثة كبار صغار؟ كبار. البنت عندها 21 سنة والثانية عندها حوالي 17 سنة 18 سنة. بس بنات عندك؟ عندي. ما عندك أولاد؟ عندي ولد واحد. ثلاث بنات وولد؟ ثلاث بنات وولد. الله يخليهم. شو اسم الولد؟ نور. كيف أموري؟ كيف حياتي؟ كيف عايشي نور؟ عايشين الحمد لله. مرة نعمل دكان في البيت ومرة نخطط ومرة نعمل والحمد لله وعايشين. شو بتعمل دكان؟ كيف تعمل دكان؟ كان عامل دكان مخطط دلوقتي. ليش؟ كلوا العيال. كلوا العيال؟ راح أعطيك الجائزة هون. أعطونا الفلوس ستري. شكرا يا مخرج. دولهم 100,000. الحمد لله. تفضل. شكرا. ألف مبروك. شكرا. وإن شاء الله تخلوا فيه. أول حاجة ودي أعمل لي محل قدام بيتي هنا وأكل منه عيش هنا. وجهز. وشو بدك تحطي معها؟ وجهز البنات وأجوزهم. بدك تزوجيهم؟ يلا صاروا عرايز دلوقتي. قولي لي المحل شو بدك تعملي فيه؟ أعمل أجيب الشيبس وكراتيه وحاجات كده وأبيع في الدكان. الدكان يعني تعتمد. قديش عدد السكان هون؟ في ناس حواليك؟ في ناس وفي عيال بتيجي. بس كثير بعاد الناس عن بعض. بعيد عن بعض هي. إيه. بعيد عن بعضها خالص الناس عندنا هنا. طيب يلا الله يوفق لك. بس المنطقة ما فيها. بسطتي لها يا حجي؟ لا مبسوطة. لا مبسوطة ليه؟ الله مبسوطة. يلا. اللي بالزغرد اللي من امبارح بس النهارده خلاص. خلاص ما بحكي. مش هيك بحيت. مبسوطين فيك الله يسعدك. تسلموا تسلموا. شكرا. انا مبسوط فيك. يعلك نزل حملك يا رب. الله يخليكم. يعلك دايما. يلا انا بدي اترككم ان شاء الله. الحمد لله. يلا شرفتك. مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف سلام. أهلا بكم. ضيفتنا الليلة ولدت عام 1931 في محافظة الشرقية، وكان لها 5 إخوة وأخوات. اشتهرت بأدوارها الكوميدية والدرامية في الفترة الممتدة بين 50ينيات و70ينيات القرن الماضي، وتعتبر إحدى الممثلات والمغنيات المبدعات في مصر والشرق الأوسط، كما تعتبر رمزاً للعصر الذهبي للسينما المصرية، وهي في نظر النقاد من أكثر الفنانات العربيات شهرة ونجاحاً في زمانها. كان
أول ظهور لها في فيلم أزهار الشوك، وآخر أفلامها لا تسألني من أنا. أحبت الغناء منذ طفولتها، في عمر 15 بدأت رحلتها في عالم التمثيل، واعتبرت صوت مصر في أوقات الشدة والحرب، وكانت مشهورة بأغانيها الوطنية مثل أقوى من الزمن، كما شاركت في مجموعة من المسرحيات الغنائية في مصر والعالم العربي، نذكر منها الوطن الأكبر والجيل الصاعد وصوت الجماهير. بلغت ذروة نجاحها في الفترة الممتدة بين الخمسينيات والستينيات، إذ مثلت في العديد من أفلام الدراما والأفلام الرومانسية والكوميدية، ورغم ذلك تعتبر موهبتها الغنائية مفتاح وصولها إلى الشهرة لتصبح واحدة من أهم نجوم السينما المصرية أنذاك. مثلت ما لا يقل عن 100 فيلم سينمائي، وغنت برفقة عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش في مجموعة من الأفلام، إضافة إلى ذلك برزت في أفلام كاللص والكلاب، وشاركت بمجموعة من الأفلام الكوميدية مثل الزوجة رقم 13 ومراتي مدير عام. على الرغم من الطابع الرومانسي والكوميدي الذي طغى على معظم أفلامها، إلا أنها جسدت العديد من الأدوار الهامة مثل فيلم الطريق وشيء من الخوف. أما عن مشاركاتها المسرحية فاقتصرت على مسرحية ريا وسكينة المقتبسة من قصة حقيقية، والتي أخرجها المخرج الكبير حسين كمال. اعتزلت الفن في 50 من عمرها، وانتهت مسيرتها الفنية بإرث كبير من الأفلام، بالإضافة إلى أغاني كثيرة منها مخصمني بقال مدة، وإن راح منك يا عين، وسيد الحبايب، وحاجة غريبة، حاجة غريبة التي غنتها مع عبد الحليم حافظ. في أبريل عام 2015 أصبحت أول ممثلة تمنح الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون في مصر، وتم منحها لقب معبودة الجماهير بعد فيلمها الناجح الذي حمل ذات الاسم. لقبت بقيثارة الغناء العربي أو القيثارة الذهبية. بعد ما يقارب 40 عاماً على إطلاقها، أغنية يا حبيبتي يا مصر أصبحت نشيد الثورة المصرية عام 2011 وثورة 30 يونيو عام 2013. هي من أعادت اسم الوطن للغناء بعد 14 سنة خلت فيها كل الأغنيات من كلمة مصر، عندما كانت توجه نحو القومية العربية، حتى جاءت هي وغنت يا حبيبتي يا مصر. فمن هي إذن؟ هل هي شويكار؟ هل هي فايزة أحمد؟ هل هي شادية؟ ما هي الإجابة الصحيحة في حلقة اليوم؟ هل هي شويكار؟ أم فايزة أحمد؟ أم شادية؟ الجائزة قيمتها 100,000 جنيه. أكيد عرفته. نحن بنلتقي إن شاء الله بحلقة الغد من برنامج اسم من مصر.